تواصل فيه بيننا كقيادات وشعوب، اللجان المشتركة اللي بتقوم بين الدول، بين مصر وبين رواندا، بين مصر وبين كوت ديفوار، بين مصر وبين أي دولة إفريقية. اللجان المشتركة دي بتحط موضوعات للتعاون، يبقى من خلالها الفرص اللي موجودة بين البلدين دول اللي أنا بتكلم عنهم في الحالة ديت، هيبقى هي دي اللي هتعزز من فرص التعاون ولا تخلق حجم منافسة في نقاط التعاون المطروحة. الكلام ده ما هيتعمل في وقت من الأوقات مع بين دول القارة بالكامل. هنبتدي نتكامل ونغير يمكن خريطة الزراعة في بلادنا كلنا بما يتناسب مع حاجة القارة قبل أولا، ثم بعد كده اللي ممكن يتبقى أو اللي ممكن يبقى يتم تصديره بعد ما نكتفي ذاتيا للقارة، القارة الأفريقية أنا بتكلم. ده ما يتحققش دلوقتي، ده عايز جهد كبير جدا من الحكومات وإرادة كبيرة جدا وتفاهم كبير جدا وبعد كبير جدا عن الأنانية والذاتية، عايز حجم كبير جدا من الاستقرار.